بس مش تام السنة عم سفي. يا جماعة في محاضرة تانية مهمة جدا محتاجينها. اتفضل. السلام عليكم. Yeah.
نتيجة ده هيحصل fibrous tissue formation ده في الـ early stage picture C indicating the normal tissue normal triangular sarcomere normal alveolar A بدأ يحصل دي الـ beginning بتاع fibrous tissue formation و B ده أسوأ حاجة هيحصل إن هيفيد الـ beginning بتاع الـ inter alveolar finally بيحصل extensive fibrosis الفيبروسيس عليك جدا وواضح في الصورة كتير جدا وستيكنج كتير قوي الانت ستيج بالمونر فيبروسيس دي النهاية المتوقعة ان هو هيحصل الفايبر ستيج هيزيد جدا هيبقى عبارة عن باندنس كده في اللونج تيشو دلوقتي مع الاسترانج بسم الله Yeah.